روح الأسانسير. زين وين بتريقين؟ ها؟ هني بتريقون؟ عيست الفروخ بن قرواش في الشنط دزن عنهم ما تصير تريق ويحليله محمد يدزن الشنط وين يروم عليهن؟ صباح الخير جميعا، هلا ابو عبد الله. يبون يعيشون تجربة السفر، يدزون الشنط يحسونهم مسافرين، خلهم يدززون يقولون بس مساكين. الحين ان شاء الله نخلص الريوق نطلع ان شاء الله على فرانكفورت 170-175 زي ما كتبت لكم امس تقريبا. بنبات ان شاء الله ليلتين هناك وخلاص ان شاء الله رادين الامارات. يعيبني التسوق في فرانكفورت، عندهم شارع حق التسوق رقم واحد، بريكم اياه ان شاء الله. لا لا زين، رحلة موفقة إن شاء الله وتوصلون فرانكفورت بالسلامة. ما شيء الليلة وباكر عندك، شد حيلك وافتح بوكك. هلا أبو عبد الله، صباح الورد. طويل العمر مسوي لهم نظام معسكرات، أنا بوكت ماني من أول شيء عقب قلت المارك مالي خص فيكم. كل واحد عنده طال عمرك في زكارد وعايش حياته، بس أنا أشوف المسجات بس ساعات قلبي يعورني حبيبي يا جواي. هذا موقف الفندق اللي كنا فيه، موقف فنان صراحة. إلى فرانكفورت 3 حارات، السرعة مفتوحة في الشارع، يقول لك كم تبغى ابوي روح توكل على الله بس. أسعد الله مساكم. نحن طال عمركم في فرانكفورت، صلينا الحمد لله الظهر والعصر، والحين متحركين طال عمركم على مركز المدينة. عادي يعني الكابتن حمد هذا هو اللي مخطط الرحلة، النظارة عشان بس اللي يعرف، هذا مخطط الرحلة كاملة، هذا الخبير. اي سؤال عند الكابتن حمد الحين، هو الخبير مش انا، وهو خبير وايش. مساء الخير، نحن في فرانكفورت، حصلت الرجال الحين يسولف معاه ويشرب معاه كوفي، عقب بصوركم من شارع التسوق. عندهم شارع تسوق، الشارع جدا ممتاز، في مولات، عندهم تخفيضات، عندهم مطاعم، شارع نفس جي بي ار تقريبا. اللي بيوصل لهالشارع يحط فندق جميرة فرانكفورت، جميرة مرة لاصق فيه، مرة يوم تيجي عند فندق جميرة في باركن بالضبط، تنزل في الباركن يدخلك على المول على طول. نحن فرحانين في ستاربكس، أول وايد ناس طالع طال علم. الحين طال عماركم براويكم شارع التسوق في فرانكفورت، أنا عيبني الشارع صراحة، ثاني سنة هي هذا.
الشارع اللي قدامي يمين يسار محلات ومولات، السير ما تدش، شارع ما شاء الله عريض وكبير ما شاء الله الشارع. اغلب المحلات سيل في اوروبا من 15/7 الى 15/8. مول جميل، كل شيء فيه، اكثر عن دور يمكن 4-5 ادوار، كل ملابس، كل عطورات، دور كامل خاص بالبدل، الدور اللي تحته خاص بالجاكيتات. كان جميل، مش مره، مش تقريبا كيلو او اثنين، كله شوبنج يمين يسار، كل محلات ما شاء الله، وكان جميل يعني. من الصبح ادور اصدقائي اختفوا، ابغى اشلهم معاي اسوي لهم جو كذي، احوطهم من مني ومني، بس ما حصلتهم، ما ادري اختفوا بالسوق، الحريم يختفي بالسوق. بيض ملون، اول مره اشوف بيض ملون، سبحان الله، بيض العادي هذا بيض ملون. هذا مطعم الريان، هذا روب، وهاي فاصوليا، وهذا عيش، وهذا فتوش. مطعم الريان في فرانكفورت. مرحلة اختيار الألعاب عندها الحين. هاي شو لابسة؟ لابسة عيب. تقولكم لابسة عيب هاي. مثلا شو قلتي حق الحرمة؟ ايه قالت لها دانكا، يعني شكرا بالألماني. ما صورت لكم شيء، كلها أسواق ما شاء الله، كلها أسواق في كل مكان. طبعا أنتم شايفين ما شاء الله عليكم محلات وأسواق، إذا تبون أشياء تعريفية بخبر. هذا الشارع رئيسي، شارع تسوق رئيسي في فرانكفورت، شارع كبير، وفي شارع خاص بالماركات، ليس الساعة 8 فاتح. المزاج يقول الحين وايت موكا، بس يكون في دبل شوت، يكون شورت بس الجلاس ستاربكس، يعني من زمان ما شفنا ستاربكس، صارنا فترة.
اغلب المياه اللي عندهم غازيه. شوف كلمه شوفون كلمه ستيل، ستيل ماي عاديه، يا تحصل نورمال او ستيل. كلمه ستيل صدقون ولا مرة غسلت السيارة من خدتها اليوم. كملنا اليوم 16 يوم ولا مرة غسلت السيارة. نزلت العيال في الفندق والحين ساير حصلت محطة عند الفندق وصير أغسل السيارة شوي. بوي كل شيء بروحك تراني، هني عندهم بوي كل شيء بروحك، أنت تغسل أنت تنظف أنت تلمع كل شيء بوي، كل شيء بروحك بوي. غسل السيارة تروح داخل تجيب ورقة من هاي وعقب طال عماركم تي عند الماكينة هاي شوفونها تسوي لها يعني سكان. أول شيء دخل سيارتك داخل، عقب ما تدخل تي تسوي سكان هني، عقب برس أوكي، عقب ستارت. غسيل تايم الحين عندهم وايد أنواع غسيل، عندهم بالزيبارت وعندهم ما أدري شو عندهم. قلت له أبوي عادي نورمال بيغسل نورمال. زيبارت شو زيبارت أنا يا يلمع هني ولا شو؟ هاي دخول، هاي الكلمة عندهم معناتها دخول، حصرونها وايد في أماكن وايد، دخول والثانية خروج. بصوركم الخروج شو كيف شكلها بعد. هاي كلمة خروج عندهم، حصرونها في المولات وانت ظاهر مثلا في البارك تحصل هاي الكلمة خروج. هاي المحروسة يغسلونها بعد ما تخلص تي عند هذه يعني المكينة وتعطيها فلوس طال عمرك وتشفط سيارك بروحك. في مكينة ثانية بعد هناك، الله يطول عمر الحكومة. كنا بنسوي شيء بروحنا، بنغسل بروحنا، بنصب بترول. الله يطول عمر الحكومة، ما قصروا، الله يطول عمارهم. السيارة تاخذها في الشهر، السيارة تاخذها فول بترول وتردها فول بترول، ولا تشرشون عليك مبلغ كبير إذا ما تردها فول بترول. ترى يا جماعة هذا الريال ولد حلال، ثلاث مرات حصلت كله. شوفوا حصلته في باريس وحصلته في فرانكفورت وحين في المغسلة بعد حصلته. شوفوا كيف ولد حلال وتحصل ربيعك. أيوه هذا شيء وايد زين. اكيد طبعا انت الحين يوم ربيعك تحصله في 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 الامارات هين بعدها اوروبا. غسلت السياره اللي قلت بس شباب غسيل 30 درهم اذا حد يبها، توصيل منازل بعد. هذا فندقنا طال عمركم في فرانكفورت، فندق راقي بس انا ما بخبركم عنه، بس كم عاد اعطيتكم كل فنادق هذا ما بعطيكم اياه. بروايكم الجلسات اللي في الفندق والبحيره اللي في الفندق. اتوقع الناس ما تعرف هي الفندق هذا. شوف البحيره اللي في الفندق هاي، هذا الفندق. هاي جلستنا في الليل، ها شوف جلستنا في الليل وين بتكون ان شاء الله. هنيها هني جلستنا في الليل على هالنوافير الحلوه هاي. هذا فندقنا شباب، اللي يباني خبره شو اسم الفندق يطرش رصيد 200 درهم بخبره. اما تجيب بلاش كل شيء تبونه ما هي فايده. سوالف. الفندق كبير جدا، شوفوا كله حدايق. الفندق كبير صادقون، لين اوصل غرفتي يمكن اكمل 300 متر لين اوصل الغرفه. شوف طلعت من المره الممر الثاني بعيد الغرفه اخر فندق، فندق عود ما شاء الله 5 ستار رقم 1 الفندق هذا. شوفوا تمشي وايد للغرفة، فندق عود ما شاء الله. السلام عليكم. في عندي الشباب كلهم هذيل. في شيء محيرني، أباكم تركزون في هالشيء، وين تبه الزاع؟ بخبركم شو هالشيء. شفتوا التصوير 15 يوم بنزل يومين مال سويسرا يومين البطاقة، يعني 13 يوم شحات على البطاقة اللي أنا عندي. أنا كل يوم أنزل أفلام. كل يوم انزل افلام، اقل فيلم 25 دقيقه، في عندي فيلم 59 دقيقه وفي فيلم 47 دقيقه تقريبا. على اساس عقب السفر برفعهن على اليوتيوب كل افلام مره، على اساس حتى نحن نطالعهن بعد فتره يعني. على العموم 4 جيجا وللحين ما خلصنا. عاده في السفر السناب ينشحت شحات، ترى انتم عارفين تلون علق كم مره وسب السناب. 4 جيجا ما خلصنا. في البلاد ويخلصن، ترى الرقم بالياباني كاتب انه ويخلصن.
في شهر 5 سرت المغرب واخذت بطاقه 12 جيجا ب 100 درهم مالهم يعني 40 درهم مالنا، وشحت شحات 12 يوم اللي كانوا يتابعون. تذكرون اللي كنتوا تتابعون شحات من الصبح، شحت شحات سناب 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 وانا في المطار. الحبيب يحبي خاف ينزل من وانا في المطار، مطار اذكره سلا، فاتحين سلا، مطار سلا في الرباط، وانا طاير خاف يقفز. تعرفون كم باقي وانا مسافر؟ تعرفون كم باقي الرقم؟ من كتب بالعربي والانجليزي نفس الشيء، شحاط 12 يوم. الحين تذكروني اول ما سجيني هذا من سافرت. الحين زين برد ما خبرتوني. يلا يا قلبي تعبنا من الوقوف، ما بقى في الليل نجم ولا طيوف، ذبلة انوار الشوارع وانطفاء، مدري باكر هالمدينة وش تكون. النهار والورد الاصفر والغصون، هذا وجهك القطار فاتنا ومسافر صاح. الفندق هذا حق رومانسية، هدوء، كله هدوء، كلها ربعي بس انا. قول لهم اي ونت بايسكل، قول لهم عشان شو اقول لهم بالانجليزي؟ شو اقول لهم؟ ابا بايسكل. ابا تقول ولا؟ ابا سيكل. هو بس يحبك ريال. سياسة الفندق أي واحد صغير يعطونا سيارة يحط في الفندق، والسيارة من كبرة طاعة السيارة بيعطونا. قل له thank you thank you، قل له حسبونا فندق ابوهم. طلع نحن نسوي ازعاج الا نحن طلع برا بعد. لا لا ها روح يلا روح تحت، بس هناك سوي صوت، هناك جلبوا الفندق حافله خلوه. يغيضون الكلب طالع. رئيس روح روحي روح انتي والريول هاي، روح روح. شلنا فندقنا صح؟ فندق ما شاء الله كبير، ويعطون سيارات حق اللي هاي يحطون فيه من كبره ما شاء الله.
العيوز مشي، شوفي تي مشي، سوي سريع سريع، يلا مشي. واحد اثنين ثلاث. شو رأيكم في وضعنا؟ وضعنا زين؟ باباتي اسمع، تقول فندقنا مسوين حشر، الناس ما بترقد اليوم. أتوقع بعد نص ساعة بيعطونا فلوسنا وعلينا 500 يورو، يقول الله يحفظكم الله يحفظكم، جالبين الفندق فوق تحت على رؤوسهم. يلا حمود البدايرة، دايركت البدايرة، لف يمين شو تبي انت؟ باقي البناء بيانو ما ينام احنا اليوم بس، وكل شيء الترتيب بيكون. وين بتسيرون؟ نروح دبي. تروحون دبي؟ ايه. سيروا. سيارتنا دبي. تعالوا من جسر تركيا من هناك ودخلوا داخل عادي. شو؟ ودي هذا يسمونه الفوكس ويجن مالك هذه، وديها هناك. وديها عند الريال. فجعل الله جل وعلا عنوان الفلاح الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة له أسباب، لكن من أعظمها خشية الله خارج الصلاة.